انهيار يتلوه انهيار، هكذا بدأت العملة المحلية في البلاد بعد انقلاب الميليشيا على الدولة منذ أكثر من عامين. انخفاض من المرجح أن يكون أكثر تسارعا بعد قرار البنك المركزي تعويم العملة المحلية، الأمر الذي قد يساهم في ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم الذي يسببه هبوط العملة. قرار من المتوقع أن يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي في البلاد التي تعاني وضعا إنسانيا صعبا بسبب الحرب، وهما قد يضعف من معاناة ملايين المواطنين. إلى قبل عام ونصف كان البنك المركزي قد ثبت سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 250 ريالا في محاولة منه لدعم السلع الأساسية، إلا أن جهوده تلك لم تنجح بسبب تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي ونشوء سوق سوداء للعملة الصعبة، الأمر الذي دفعه لتحرير سعرها وتثبيتها بنحو 370 ريالا. ومع تحرير سعر العملة المحلية واعتمادها على سياسة العرض والطلب، فإنه يخشى أن ينخفض سعرها إلى مستويات قياسية تجر معها الاقتصاد والمواطن اليمني نحو مآلات كارثية. أدى تأكل الاحتياطي العام للبلاد على يد الميليشيا إلى عجز الحكومة والبنك عن معالجة ذلك نتيجة عدم قدرتهم على تحصيل الموارد المالية سواء في المناطق المحررة أو تلك التي تخضع لميليشيا الانقلاب. ساهم في ذلك تخلي دول التحالف العربي عن القيام بواجبها تجاه منع تدهور العملة من خلال دعم الاحتياطي العام، وهو ما قد يؤدي وفق مراقبون إلى انهيارها كليا ودخول البلد في أزمة قد لا تجد طريقها للحل قريبا.